طيب مشاهدينا معنا أيضا خبر مهم من الأخبار الهامة التي حصلت في العراق خلال الأسبوع الماضي، وهو ربما نتائج التحقيق باستهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. فجاء إعلان نتائج التحقيق الأولي في هذه القضية ليكشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الحادث، منها عرض المقذوفات التي أطلقتها الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم، فيما لما توجه اللجنة اتهامات لأي جهة في ارتكاب الحادث أكدت استقلاليتها ودعت إلى التعاون معها بعيدا عن أي ضغوطات سياسية. المزيد نتابعه في هذا التقرير ثم نعود. تفاصيل ومعلومات مهمة كشفها التقرير الأولي للجنة التحقيق في عملية محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد أن التحقيقات أظهرت استخدام طائرتين مسيرتين محلية الصنع أطلقتا مقذوفين على منزل الكاظمي، مبينا أن إحداها انفجرت والأخرى لم تنفجر، وأكد أن الهجوم بمقذوفين يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء. تحدثنا عن مقذوفين، مقذوف انفجر في باحة الدار وفي مكان مهم وحساس، هذا يدل على هنالك استهداف مباشر لحياة رئيس الوزراء. في إحدى الاجتماعات طرحنا على السيد رئيس الوزراء بعض القناعات في التحقيق، قال أوصيكم بالابتعاد عن قناعاتكم الشخصية وليكن الدليل الدامغ هدفكم. وأوضح الأعرجي أن لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أي ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني ولن تخضع لأي تأويلات سياسية، مبينا أن اللجنة التحقيقية لم توجه التهم لغاية الآن إلى أي شخص أو جهة، مضيفا أن التحقيق يحتاج لمزيد من الوقت لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف. اللجنة بعيدة جدا عن أي سجال سياسي ولن تخضع لأي ضغوطات، وإنما تقوم بواجبها الوطني. رئيس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو جزء من الشعب، ممكن أي شخصية أخرى يتعرض لما تعرض له السيد رئيس الوزراء. اللجنة التحقيقية لحد هذه اللحظة لم تتهم أحد، لا شخص ولا جهة، وإنما تبحث عن الحقيقة. وفي هكذا أعمال إرهابية تحتاج القضية إلى مزيد من الوقت. هذا وعرض مستشار الأمن القومي العراقي صورا لإطلاق طائرة مسيرة متفجرات على منزل الكاظمي، مشيرا إلى أن اللجنة تملك إحداثيات مكان انطلاق الطائرات، وأكد أن المادة المتفجرة المستخدمة في محاولة اغتيال الكاظمي هي السيفور.